شركتي بالفحم، طبعا رسم بيت جدي وبيت نورولي، استخدم فيه الفحم والألوان الزيتية. استغرق مني تقريبا العمل من شهر إلى شهرين تقريبا. العمل اللي بقدمه النهاردة هو اسمه وهم الانتظار، بيتكلم عن ان الانتظار احيانا بيكون وهم. وغير كده في ناس كتير علقت على السمك، طبعا معروف صياد السمك بيبقى بينتظر وقت طويل عشان انه يصطاد او يطلع برزقته، لكن للأسف انتظاره احيانا بيكون وهم. شاركت هذا العمل مع كروما، هو عبارة عن فكرة انه كل انسان يحتاج يكون تمثال اغريقي في فترة من حياته عشان يراقب ويشوف احداث العالم بدون ما ينجبر انه يعلق. ومع رماديات الحياة، الاخضر هو بصيص الامل والتفاؤل. فنان موجود في هذا المعرض حقق إنجاز مرة كبير وتحدي هائل بلون واحد وتدرجات اللون، فسبحان الله كل لوحة تقول الثانية أنا أحلى منك. سعيد جدا بالمشاركة في هذا المعرض، وأحكيكم عن اللوحة والعمل ذات اللون الواحد. فكانت عبارة عن اسم العمل اغتراب، كنت أتحدث عنه أنه كان في أيام مدينة الطائف فيها الحالة الاجتماعية فيها ترابط وفيها فتختلف من مدينة لمدينة، وهذه بيئة كنت عبرت عنها باللون البيج واللون البني. حاولت أظهر التناغم بين الطبيعة وبين الإنسان، وإن سلط الضوء على هذه التفاصيل الصغيرة الموجودة في الحياة. واخترت اللون الأخضر بالذات لأنه أكثر لون يرمز إلى الطبيعة، يعني أول ما نقول منظر طبيعي فإيش ببالنا اللون الأخضر، فاخترت الفراشة تكون باللون الأخضر لأنه أكثر لون مريح وهادي ويرمز إلى الطبيعة. العمل هو عملي سميته الرفيق. عملي سميته الرفيق، وهو عبارة عن أربع لوحات في واحدة لوحة. الرفيق ممكن أوقات يكون إنسان أو ممكن يكون حيوان أو جماد. أنا هنا مثلت الرفيق بالقعدة السهرة والقعدة الرايقة يعني، فاستخدمت الظل والنور فقط. عملي كان عبارة لأنيرة نفسي بنفسي، فكرة اللي هي أنت من تنيرة نفسك بنفسك، يعني ما تحتاج مساعدة من أي شخص علشان يطلعك سواء من دوامة أو من مشكلة أو من شيء معين، أنت من تنيرة نفسك بنفسك. فهذه كانت هي فكرتي. اليوم شاركت بلوحة اسمها إلى الضوء، عبارة عن دمج بين الخيال والواقع، بحيث إنه هي عالقة في واقعها وقاعدة تذهب إلى الضوء في بحر خيالها. وطبعا حطيت الجليتر بحيث إنه مؤمن إنه كل شخص له ميزة تميزه عن الباقي. فكرة لوحتي إني أنا رسمها على المراية، هذا الطابع الخاص بفني.
تمثل شخصية الذئب، الشخصية القوية لها الشديد الذكاء الحكمة، وهي تعكس شخصيتي، بالإضافة إلى اللون البنفسجي اللي هو لون الحكمة والثقة بالذات والاستحقاق العالي. درجت الألوان باللون الغامق، فتحت فتحت وفتحت إلى توصل المشاعر إلى لون الصفاء، إلى شفافية المراية. معكم الفنانة التشكيلية والكاتبة العنود الحربي، أنا أحد المشاركين اليوم في معرض كروما، المعرض الرائد في نسخة الثالثة. أكيد أنا سعدت بمشاركتي بهذا المعرض ذا الطابع المختلف والمتفرد. المعرض يحكي حكاية لون واحد، كل فنان شارك بأحد هذه الألوان، طبعاً هي الألوان الأساسية. حضور كثيف، نشكر جميع المتواجدين، جميع الداعمين، والشكر لكم أكيد. أهلاً وسهلاً، حياكم الله في معرض أردوز الثالث كروما. كروما وهي كلمة يونانية ومعناها اللون. إحنا هنا اليوم مشاركين بأكثر من 71 لوحة وأكثر من 65 عمل، كل عمل مرسوم بلون واحد. اخترنا الألوان الستة اللي هي الأساسية والثانوية، وما شاء الله تبارك الله الأعمال جدا مبهرة، الحضور جدا رائع، الانطباع كان مبهج. أردوز دائما بيتميزوا بأفكارهم في معارضهم. هذه الفكرة يعني أول مرة بنشوفها في ساحة المعارض، الحمد لله كانت ناجحة، وترقبونا إن شاء الله في أفكار جديدة ومعارض جديدة. شاكرين لكم حسن تواجدكم ودعمكم المستمر، يعطيكم العافية.